أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في تغطيتنا الإخبارية التي خصصناها معكم لمتابعة آخر التطورات فيما يخص التغيرات المناخية، بالإضافة بالتأكيد إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. يكافح عناصر الإطفاء والإغاثة في ولاية كاليفورنيا حريق موسكيتو فاير الذي قضى على أكثر من 12 ألف هكتار، بينما أدى لمصرع شخصين حصرتهما النيران لدى محاولتهما الفرار. وقالت فرق الإطفاء إنها لا تسيطر على أي من جبهات النيران، فيما أفادت خدمة الإطفاء كال فاير بأن الحريق ينتشر في منطقة وعرة جدا وشديدة الانحدار تصعب فيها مكافحة النيران. هذا ويستعد عناصر الإطفاء والإغاثة في ولاية كاليفورنيا لمواجهة حدوث فيضانات وسيول ناجمة عن عاصفة مدارية آتية من المكسيك. وكانت العاصفة كاي التي تم تصنيفها إعصارا قبل وصولها إلى المكسيك توجهت شمالا، ما دفع سلطات الولاية الأمريكية للتحذير من تأجج الحرائق التي تجتاح كاليفورنيا نتيجة للرياح العنيفة. من جانبها توقعت مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية هطول أكثر من 18 سنتيمتر من الأمطار، ما يزيد من خطر الفيضان وحصول سيول في المناطق التي اجتاحتها النيران، حيث لم تعد الأراضي فيها قادرة على امتصاص مياه الأمطار. أكد برنامج الغذاء العالمي أنه يعمل على توسيع نطاق استجابته للطوارئ في باكستان لتصل إلى 1.9 مليون شخص تضرروا من جراء الفيضانات الموسمية هذا العام، مشيرا إلى أن توسيع نطاق الاستجابة يتطلب 152 مليون دولار. وذكر البرنامج أن دعم التعافي والقدرة على الصمود يعدان الآن أولوية قصوى، حيث تكافح الأسر للتكيف مع فقدان المنازل والممتلكات والغذاء في وقت تكافح البلاد الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والأراضي الزراعية والمحاصيل. وأضاف أنه وصل بالفعل إلى أكثر من 400 ألف شخص بالمساعدات الغذائية في عدد من المقاطعات، كما يواصل توسيع عملياته لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة في جميع أنحاء البلاد، حيث تأثر 33 مليون شخص بالفيضانات. ضرب زلزال قوته 6.1 درجة إقليم بابوا الإندونيسي عقبته 3 هزات شديدة، ولم تعلن السلطات الإندونيسية على الفور وقوع إصابات أو أضرار مادية، ولم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي.
ومن التغيرات المناخية مشاهدينا نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية. Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled a global energy crisis. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. We also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply. أعلنت شركة في إن جي ثالث أكبر شركة لإمدادات الغاز في ألمانيا، أعلنت أنها تواجه صعوبات مالية بسبب أزمة الطاقة، وأنها تقدمت بطلب للحصول على مساعدة من الدولة. وأكدت وزارة الاقتصاد الاتحادية بألمانيا تلقيها طلبا بما يسمى بإجراءات الاستقرار بموجب قانون أمن الطاقة، ومع ذلك لم يتم الرد حتى الآن على العديد من الأسئلة بما في ذلك المبالغ المطلوبة، وما إذا كانت الحكومة الاتحادية قد تفكر في تقديم حصة من هذه المساعدات. أعرب رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي عن شكره للرئيس الأوكراني فلوديمير زلينسكي لاستعداده لتزويد بولندا بالطاقة من محطة خليمنتسكي للطاقة النووية. وقال مورافيسكي إن زلينسكي يفهم موقف وارسو جيدا، مضيفا أن هذه الخطوة ستمكن بولندا من خفض كمية الطاقة التي تقوم بتوليدها باستخدام المحطات التي تعمل بالفحم. وتسعى بولندا إلى شراء كميات أكبر من الطاقة النووية من أوكرانيا في خطوة تستهدف مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا. أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن حظر الولايات المتحدة واردات النفط الروسي سيبقى قائما حتى بعد دخول السقف السعري حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت إرشادات أولية بشأن تنفيذ آلية سقف أسعار النفط الروسي. وأضافت الخزانة الأمريكية أن الدول التي ستوافق على فرض سقف لأسعار النفط الروسي سيتسنى لها المشاركة في تحديد السقف السعري. اتفق وزراء الدول المشاركة في محادثات إطار عمل منطقة المحيطين الهندي والهادئ بقيادة الولايات المتحدة على بدء مفاوضات رسمية بشأن بناء نظام اقتصادي قائم على قواعد محددة في المنطقة. وقال وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الياباني، قال إن الدول الأربعة عشر الأعضاء في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ستشارك في محادثات وضع القواعد لخلق فرص اقتصادية وتحسين ظروف العمل وتعزيز الاستدامة في المنطقة. ومن جانبها أوضحت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو أن هذا الإنجاز يعكس حقيقة أن الدول الأعضاء ملتزمة بإنشاء اتفاقية اقتصادية عالية المستوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. قال محافظ البنك الاتحادي الألماني كلاس نوت إن حالة عدم اليقين التي تحيط بتوقعات التضخم جعلت من الصعب على البنك المركزي الأوروبي تكوين إشارات مستقبلية حول توجهات السياسة النقدية. وأضاف نوت أن أولوية المركزي الأوروبي بالوقت الحالي هي كبح التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، مما يعني أن البنك المركزي لدول منطقة اليورو قد يستمر برفع أسعار الفائدة بمقدار كبير باجتماعاته القادمة للوصول بالتضخم إلى مستهدفات 2%.
the council of their elected parliaments. في هذه المهمات الكبيرة فإنه سيقودني المجلس الذي يختاره البرلمان. في كل هذا فإنني تشجعت كثيرا بالدعم المتواصل لزوجتي العزيزة. وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد إرادتي ونيتي بأن أستمر في التقاليد، بأن أقدم الإيرادات والمملكة حتى وذلك من أجل أن يكون هناك دعم من الحكومة لنا كدولة أو كرئيس دولة ورئيس أمة. وأيضا بقيام بهذه المهمات الثقيلة التي وضعت على عاتقي والتي الآن طبعا سأخصص ما تبقى من حياتي لها، فإنني أصلي من أجل إرادتي ومساندة الرب العظيم. والآن أدعوك للإعلان عن هذا الخطاب. نعم أوافق. Concerning the security of فيما يخص أمن كنيسة اسكتلندا. I understand. أنا أفهم بأن القانون يتطلب مني أنني عند تنصيبي في العرش بأن أقسم القسم الخاص بأمن كنيسة اسكتلندا، وأنا مستعد لفعل هذا في الفرصة الأولى. أنا تشارلز الثالث وبحمد الرب وبفضل الرب وكملك لبريطانيا العظمى وكل الأراضي الكومنولث الملك والمحامي عن العقيدة، أعد بأن وأقسم بأنني سأحافظ وأحمي الكنيسة البروتستانية كما وضعت من الرب والتي أسست في اسكتلندا وبإعلان الحق العام، وأيضا لأحمي العقيدة البروتستانية، وأيضا بما سلم إلي من برلماني المملكتين لاتحاد المملكتين مع الحكومة من أجل الصلاة والحقوق والخصائص التي تتمتع بها كنيسة اسكتلندا، وليساعدني الرب في ذلك. الآن أدعوك يا جلالة الملك لأن الآن تقرأ هاتين الورقتين الخاصتين بالقسم وتوقع عليهما. الآن أدعو الشاهدين لقسم جلالة الملك للتوقيع على النسختين.
ومشاهدينا نستكمل معكم هذه التغطية الإخبارية من إكسترا نيوز، حيث قالت صحيفة ألمانية إن الارتفاع الحاد في الأسعار ونقص موارد الطاقة سيؤديان إلى تراجع الاقتصاد الألماني ويحدثان موجة من الإفلاس والبطالة. أوضحت الصحيفة نقلا عن بيانات معاهد البحوث الاقتصادية في البلاد أن الناتج الإجمالي لألمانيا سينكمش في عام 2023، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس بنسبة 26% في شهر أغسطس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما نقلت الصحيفة عن خبراء في معهد الاقتصاد العالمي قولهم إن ارتفاع أسعار الطاقة بشكل سريع يضغط على الاقتصاد الألماني ويدفعه إلى الركود. يخيم شبح ارتفاع التضخم وتزايد الركود على دول الاتحاد الأوروبي مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي ألقت بظلالها على ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية. المزيد مشاهدين في التقرير التالي. مع ارتفاع التضخم وتزايد خطر الركود يتزايد الضغط في عواصم الاتحاد الأوروبي بهدف الوصول إلى استقرار الأسعار وعلى رأسها أسعار الطاقة. عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي قال أنه لا يستبعد حدوث ركود محدود في عام 2023، واعتبر فيليروي أن معدل التضخم في دول منطقة اليورو سيظل مرتفعاً على مدار العام المقبل، مشدداً على ضرورة أن يخفض المركزي الأوروبي معدل التضخم بالمنطقة إلى قرب مستهدفات البنك البالغة 2% بحلول عام 2024. في الوقت نفسه قال محافظ البنك الاتحادي الألماني كلاس نوت إن أولوية المركزي الأوروبي بالوقت الراهن هي كبح التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، مما يعني أن البنك المركزي لدول منطقة اليورو قد يستمر برفع أسعار الفائدة بمقدار كبير باجتماعاته القادمة للوصول بالتضخم إلى مستهدفات 2%، وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على سلسلة من الإجراءات الطارئة لوقف ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بسبب أزمة أوكرانيا. وتلقى ترحيباً فكرة مصادرة الأرباح الفائقة من الطاقة النووية والطاقات المتجددة لإعادة توزيعها، حيث تقترح المفوضية تحديد سقف لإيرادات مشغلي الطاقة النووية والمتجددة الذين يبيعون الكهرباء بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجهم. شدد عضو في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المصرف المركزي على وجوب جعل مكافحة التضخم أولوية للهيئة المالية التي تعتزم مواصلة رفع معدلات الفائدة حتى مطلع العام 2023 على الأقل للحد من ارتفاع الأسعار. وقال كريستوفر وولر العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي أن إعادة التضخم بشكل فعلي ومستدام نحو نسبة 2% المستهدفة ستتطلب رفع معدلات الفائدة الرئيسية حتى مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن وتيرة هذه الآلية تتوقف على مدى تحسن الوضع الاقتصادي. ويعمد الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدلات الفائدة منذ مارس لإبطاء وتيرة الطلب وخفض الأسعار. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قانون إعادة تصنيع أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة هو أمر حيوي لأمنها القومي، لافتا إلى أن نقص أشباه الموصلات تسبب في تداعيات على اقتصاد العالم وزاد من معدلات التضخم. وأضاف بايدن خلال كلمة لوضع حجر الأساس لمصنعين تابعين إلى شركة إنتل الأمريكية لتصنيع الرقائق الإلكترونية في ولاية أوهايو أن الصين والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية تنفق المليارات لتعزيز صناعة هذا المجال وتطويره. قالت الخارجية الروسية إن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود يتم تطبيقه بشكل سيء وإن تمديده سيعتمد على كيفية التنفيذ. المزيد مشاهدينا في التقرير التالي. اتفاق تصدير الحبوب الدولي أصبح معرضا لإيقافه مع إنذار روسيا المجتمع الدولي بأن تطبيق الاتفاق لا يسير على ما يرام.
الخارجية الروسية أعلنت أنها رصدت مسار تطبيق الاتفاق الدولي وتبين أنه يطبق بشكل سيء على حد قولها، مؤكدة أن تمديد الاتفاق يعتمد على كيفية تنفيذه بشكل مشترك بين الأطراف الفاعلة. ولم تكن تلك المرة الأولى التي تنتقد فيها موسكو الاتفاق الدولي، إذا اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا أن الاتفاق الذي تم برعاية أممية في يوليو الماضي خدع روسيا والعالم النامي. وتقول موسكو أنها تلقت وعودا لم تنفذ حتى الآن من أجل السماح بتخفيف الحصار العسكري عن الموانئ الجنوبية لأوكرانيا، ومن بينها إلغاء بعض العقوبات اللوجستية التي تعطل صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة. وكانت أوكرانيا قد أعربت عن استنكارها لتصريحات روسيا حول نيتها مراجعة اتفاق الحبوب، وأكدت كييف أن شروط الاتفاق يجرى تنفيذها والتقيد بها على نحو صارم، وأنه لا يوجد أي مبرر لدى روسيا للتراجع عن التزاماتها الدولية. وأقام الاتفاق ممراً آمناً لشحن صادرات الحبوب الأوكرانية من 3 موانئ عبر مياه البحر الأسود، وهي أوديسا وتشيرنومورسك وبيفديني. ويهدف الاتفاق إلى الإفراج عن حوالي 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية العالقة من محصول العام الماضي، بالإضافة إلى محصول القمح هذا العام الذي يقدر بنحو 20 مليون طن أخرى. أرسل الجيش الروسي تعزيزات عسكرية باتجاه خاركيف رداً على تقدم القوات الأوكرانية، وبثت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تظهر مدرعات ومدافع وشاحنات تسير باتجاه المنطقة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده استعادت السيطرة على 30 بلدة في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد. وأكد زيلينسكي في كلمة له أن القوات الأوكرانية ستواصل عملياتها لاستعادة باقي الأراضي الأوكرانية من قبضة الجيش الروسي. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن قرار موسكو إرسال تعزيزات إلى منطقة خاركيف يشير إلى الخسائر التي تتكبدها القوات الروسية في العملية العسكرية بأوكرانيا. وقال بلينكين إن هنالك عددا كبيرا من القوات الروسية في أوكرانيا، مضيفا أن الكريملين سيلقي بعدد كبير من الأشخاص في العملية العسكرية في أوكرانيا وبتكلفة كبيرة لروسيا، واصفا الأمر بالمأساوي. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية تهدد خطوط الإمداد الروسية في مدينة كوبيانسك ذات الأهمية الإقليمية في مقاطعة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية شنت عمليات هجومية جنوب منطقة خاركيف، مشيرة إلى أن العناصر تقدمت لمسافة تصل إلى 50 كيلومترا داخل الأراضي التي كانت تحت سيطرة روسيا سابقا على جبهة ضيقة. وأشارت إلى أن الوحدات الأوكرانية باتت تهدد الآن مدينة كوبيانسك، لافتة إلى أن السيطرة عليها ستشكل ضربة كبيرة لروسيا لأنها تقع على طرق الإمداد إلى خط جبهة دونباس. دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى الوقف الفوري لجميع عمليات القصف في منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا. وحذر غروسي من أن الوضع في المنطقة محفوف بالمخاطر بشكل متزايد، مضيفا أن القصف تسبب في انقطاع الكهرباء
عن مدينة إنرهودار التي تضم محطة زابوريجيا للطاقة النووية. قال المبعوث الروسي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن بلاده تؤيد مطالبة رافائيل جروسي المدير العام للوكالة بالوقف الفوري للقصف في منطقة زابوريجيا. وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بقصف منطقة زابوريجيا والتي تضم أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا ويوجد بها 6 مفاعلات. أعلن الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ أن الحلف يحشد قوات جديدة على حدوده الشرقية ليرسل رسالة قوية حول استعداده للدفاع عن كل شبر من أراضيه. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بروكسل أن الحلف يعزز بشكل كبير وجوده في الشرق ويضع مئات الآلاف من القوات في حالة تأهب قصوى مدعومين بقوات جوية وبحرية كبيرة. وشدد ستولتنبرغ على ضرورة أن تعمل دول الناتو بشكل أكثر نشاطاً على تزويد أوكرانيا بالأسلحة من مخزونها وإنتاج أسلحة جديدة. أفاد بيان مشترك للحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي بأن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا وإنعاش اقتصادها يبلغ نحو 350 مليار دولار، ويتيح أول تقييم كامل لوضع الاقتصاد الأوكراني والأضرار التي نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية، يتيح الاحتياجات المالية لكييف لإعادة الإعمار. نتابع. أعلنت أجهزة الأمن الروسية إحباط محاولة لإحراق مبنى سكني في منطقة سان بطرسبرغ واعتقال 3 مشتبه بهم. وأوضحت أجهزة الأمن الروسية أن المشتبه بهم كانوا ينوون إحراق مبنى إداري تابع لوزارة الدفاع الروسية، مؤكدة أنهم يواجهون اتهامات بارتكاب عمل إرهابي.
وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى كييف في زيارة غير معلنة تسعى من خلالها كما قالت إلى إظهار دعم برلين الراسخ لأوكرانيا. وأضافت بيربوك في بيان أن بلادها ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا من خلال إمدادات الأسلحة والدعم الإنساني والمالي، للتأكيد على أن بإمكان كييف الاعتماد على برلين. تبنى المجلس الأوروبي مقترحا لتعليق اتفاقية لتسهيل إصدار التأشيرات مع روسيا، مما يلغي السماح للمواطنين الروس بوصول أسهل نسبيا إلى منطقة شنغن الأوروبية. وقال منسق شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قال إن هذه الخطوة ستؤدي إلى تراجع كبير في عدد التأشيرات الجديدة التي سيتم إصدارها للمواطنين الروس، واعتبارا من يوم الاثنين المقبل سيرتفع ثمن طلب الحصول على تأشيرة لمنطقة شنغن من 35 يورو إلى 80 يورو، وسيتطلب الحصول عليها المزيد من الأعمال الورقية، بينما ستتم معالجة الطلبات في فترة أطول. مشاهدين، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمامكم الآن على الشاشة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. كنت معكم هشام عبد التواب. إلى اللقاء.